السلام عليكم يا سنة تالتة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنسترجع مع بعض شرح اسلوب النهي. اسلوب النهي وهو يتكون من الاداة لا، بسميها لا الناهية، ودايما الاداة لا بيأتي وراها الفعل المضارع. يبقى انا دلوقتي عندي اسلوب النهي بيتكون من الاداة لا زائد الفعل المضارع. طب يا مس، احنا مش عارفين يعني ايه اصلا اسلوب نهي. هنقول اسلوب النهي ده معناه ان انا بطلب منك انك تمتنع عن فعل شيء معين. انا عايزة اطلب منك مثلا ما تلعبش في الشارع، هقول لك ايه؟ لا تلعب في الشارع، بطلب منك ده. طيب قبل ما بطلب منك بحط في الاول الاداة لا، والاداة لا دي كنت بسميها ايه يا سنة تالتة؟ بنسميها اداة نهي. يبقى لا الناهية من الادوات التي يبدأ بها اسلوب النهي. لازم لما اقول لك طلع لي من الفقرة دي اسلوب نهي، اول حاجة بدور عليها ايه يا سنة تالتة؟ شطار، بدور على لا الناهية. ولا الناهية لازم يأتي وراها ايه يا سنة تالتة؟ فعل مضارع. طيب يعني ايه اسلوب نهي؟ حد كده يعرفهولي. هنقول هو اسلوب يفيد طلب الامتناع عن فعل شيء معين. مثال: لا تلعب في الشارع. انا بطلب منك اهو انك ما تلعبش في الشارع. لا تكتب على الجدران، بطلب منك اهو انك ما تكتبش على الجدران. معنى كده ان انا بطلب منك انك تمتنع عن شيء معين. طب يا ترى هو انا لما خاطب المذكر زي ما خاطب البنت المؤنثة؟ لا، في فرق. الفعل في المذكر يكتب زي ما هو، ما بعملوش اي اضافات، لكن لو بخاطب المؤنث هنخاطبها ونحط لها في الفعل في الاخر ياء المخاطبة. يبقى الفعل في حالة الجملة المذكرة يكتب زي ما هو. طب الجملة طلعت مؤنثة، هنعمل ايه؟ هنضيف لها في الاخر ياء المخاطبة. مؤنث ياء مخاطبة، مؤنث ياء مخاطبة، مخاطبة، مؤنث ياء مخاطبة، مذكر يبقى زي ما هو. ملحوظة: نلاحظ أننا في المثال الثاني أضفنا للفعل المضارع ياء المخاطبة. ليه أنا حطيت ياء المخاطبة؟ لأني أنا هنا بخاطب مفردة مؤنثة. ناخد في المثال كده، أكمل كالمثال: لا تقطف الأزهار. الجملة دي مذكر ولا مؤنث؟ شطار، بيقولوا لي مذكر. طب ينفع يا سنة تالتة أخاطب المؤنث زيها؟ لا 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 يا مس، أمال أعمل إيه؟ هضيف للفعل ياء المخاطبة، هقول لا تقطفي الأزهار. طيب لا تغش في الامتحان، عايزة احولها للمؤنث الشاطر. لا تغشي، بضيف في الاخر ايه؟ ياء المخاطبة. لا تغشي في الامتحان. لا تأكل طعاما مكشوفا، حول، انا عايزة احول الجملة ده للمؤنث، هقول لا تأكلي طعاما مكشوفا. لا تكذب، عايزة احول للمؤنث لا تكذبي، حطيت في الاخر ياء المخاطبة. لا تخلف وعدك، هقول لها لا تخلفي وعدك، اضفت ياء المخاطبة. لا تعذب الحيوان، هقول لها لا تعذبي الحيوان. لاحظنا هنا ان انا في المؤنث بضيف للفعل ياء المخاطبة. بص كده بنشوف الفرق بين المذكر والمؤنث. المذكر: لا تلعب في الشارع، الفعل بتاعي مفهوش اي حاجة. لا تقطف الازهار، الفعل بتاعي فاضي. لا تشاهد التلفاز، لا تخلف وعدك. طب لما اروح للمؤنث هقول لها ايه؟ لا تلعبي في الشارع، دي اسمها ايه؟ ياء المخاطبة، برافو. لا تقطفي، بضيف ايه يا سنة تالتة؟ ياء المخاطبة. لا تشاهدي، بضيف ايه يا سنة تالتة؟ ياء المخاطبة. لا تخلفي وعدك، بضيف ايه يا سنة تالتة؟ ياء المخاطبة. معنى كده
المذكر يكتب الفعل زي ما هو المؤنث، أضيف للفعل يا المخاطبة. يبقى دي ملحوظة مهمة جدا يا سنة تالتة ما ننسهاش. لاحظ وتعلم، اختر الفعل المناسب. طبعا يا سنة تالتة أنا هعمل أول حاجة، أنا بقرأ الجملة بتاعتي، بعد ما بقرأها كويس أبدأ أختار الاختيار السليم من خلال فهم الجملة. لو بخاطب مذكر أخد الفعل زي ما هو، بخاطب مؤنث أختار الفعل اللي فيه المخاطبة. يا محمد، من أول الجملة معنى كده إن الجملة دي مذكر، يبقى بجري على الفعل اللي مفهوش ياء المخاطبة، لا تقطف أزهار الحديقة، يبقى أنا اخترت الفعل لا تقطف. طيب، لا تذهب ولا تذهبي للنوم قبل أن تغسلي ياء مخاطبة أسنانك، بدل مخاطبة يبقى ده هنا جملة مؤنثة، وبدل مؤنثة يبقى هختار إيه؟ الفعل اللي فيه الياء المخاطبة، يبقى لا تذهبي للنوم. يا سارة، بدل كلمة سارة مؤنثة، مؤنثة يبقى أختار الفعل اللي فيه إيه؟ اللي فيه ياء المخاطبة، لا ترسمي على الحائط. يا حازم، لا تهمل ولا تهملي دروسك، هنختار مين؟ الشطار بيقولوا لي يا مس حازم، يعني الجملة دي مذكرة، وبدال الجملة دي مذكرة يبقى هختار مين؟ يبقى هختار الفعل اللي فيه مذكر اللي هو مفهوش أي إضافات خالص. نروح للتمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده بيقول لي أنا هصل الجملة باللي نسبها. نقرأ أول جملة كده، نقرأ مع بعض. أمشط شعري، عايزني طبعا أختار اللي نسبها. كلمة أمشط شعري هنختار بمشط شعري بالإيه؟ بالمشط. أنظف أسناني، يا ترى بالمنشفة، بالصابون، بالقصافة، برباط الشعر. أنا بنظف أسناني بالفرشاة، وكلمة الفرشاة مش موجودة يبقى ملهاش اختيار. أجفف جسمي، هو أنا بجفف جسمي بالإيه؟ أجفف جسمي بالمنشفة، والمنشفة يعني الفوطة. طب جمع كلمة المنشفة المناشف. أقص أظافري، أنا بقص أظافري بالقصافة. أغسل جسمي، أنا بغسل جسمي بإيه؟ بغسل جسمي بالصابون. طيب أربط شعري، كلمة أربط شعري، أنا بربط شعري بإيه؟ برباط الشعر. نروح للتمرين اللي بعده. طبعا دي تدريبات على قصة أدوات الشخصية اللي احنا أخدناها مع بعض. معنى كلمة للوقاية، يعني إيه للوقاية؟ كلمة للوقاية معناها للحماية. فاكرين لما كنا بنغني مع بعض وبنقول الوقاية الحماية، الوقاية الحماية. مضاد كلمة شخصية، هي شخصية معناها ايه يا سنة تالتة؟ الشاطر بيقول لي شخصية يا مس، يعني حاجة خاصة، حاجة بتاعتنا. طب مضاد الحاجة الخاصة ايه؟ عامة. مضاد خاصة عامة، يبقى مضاد كلمة شخصية عامة. جمع كلمة منشفة، جمعها برافو، جمعها مناشف. مفرد كلمة أسنان، هي أسنان ديت مفرد ولا جمع؟ كلمة أسنان جمع. طب يا ترى المفرد بتاعها إيه؟ المفرد بتاعها كلمة سن، نختار هنا كلمة سن. بكده يا سنة تالتة نكون وصلنا لنهاية التمرينات بتاعتنا، وإن شاء الله نكمل مع بعض في الفيديوهات القادمة، وانتظرونا مع نشيد القادم. النشيد بتاعنا اسمه صحتنا سر سعادتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.